المركز. التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. هذه انطلاقة شوطنا الرابع، أعطيت له إشارة البداية قبل لحظات، وشوطنا الرابع هو مخصص لفئة القعدان لهذا السن، سن اللقاية. إذا برنامجنا كما أسلفنا وكما ذكرنا يتكون من 10 أشواط بإذن الله، 7 منها هي أشواط مفتوحة و3 متبقية هي مخصصة للإنتاج والمنتجين، وهذا شوطنا الرابع يسير ضمن هذه الأشواط المفتوحة. نتعرف وإياكم على ما يجري وما يسير في صلب الميدان، لنتعرف وإياكم بالصوت والصورة للمتابع وللمستمع الكريم والحاضر. نبدأ ونتعرف مع المركز الأول، المقدمة مع بارود سالم بن علي بن محمد بن راشد الجوز، ولكن هنا حصل تغيير ودخول في هذه اللحظات من قبل بديع عبد العزيز بن حمد بن حسين الجرحب من غير مجريات هذا الشوط مع بديع في هذه الانطلاقة. ننتقل إلى المركز الثاني، من يتواجد هنا؟ بارود لسالم بن علي بن محمد بن راشد الجوز. ننتقل للمركز الثالث اللي يصل فيه شاهين لحمد بن جابر بن صالح آل حديد. على المركز الثالث ننتقل للمركز الرابع، الوصول والتقدم هنا من عرب سات، تعود ملكيته لصالح بن علي بن جابر المطوع، من يتواجد مع عرب سات على المركز الرابع. المركز الخامس يصل ويتدخل هنا هياض محمد بن راشد بن مبارك الهاجري. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى، للمراكز المتقدمة نعود وإياكم مع شعار بن جرحب مع بديع. بديع من يحتل المركز الأول ويتقلد زمام الأمور، هذا هو بديع من يحتل المركز الأول مع عبد العزيز بن حمد بن حسين الجرحب، من يتواجد مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. يا متأخرين، يا من يريد الناموس، تنتصف مسافتنا، ينقطع 2 كيلومترات ويتبقى لنا مثلها في هذه اللحظات. بديع يبدع في هذا الأداء، بديع يبدع في هذا المرور وهذا التجاوز وهذا الانفراد، هذا هو بديع. عبد العزيز بن حمد بن حسين بن علي البريدي من يتواجد مع المركز الأول. المركز الثاني يصل ويتقدم في هذه اللحظات، يبدو لي شعار بن سفران من واقع الشعار، هذه هذا هو الصداوي لصالح بن صالح بن سعيد بن علي بن سفران، من يتواجد مع الصداوي على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتقدم من عرب سات لصالح بن علي المطوع المري، من يتواجد على ثالث المراكز. والمركز الرابع يصل ويتقدم فيه هياض محمد بن راشد بن مبارك الهاجري، من يأتي ويحتل المركز الرابع. والمركز الخامس يصل ويتقدم الأسد لفهد بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى. يا متأخرين، يا من يريد الناموس، يا من يريد نقطة في هذا الصباح وأيضا في هذا المحلي الأول، نعود مع لائحة 1200 متر الأخيرة. التغيير اللي جرى وطرى على المقدمة، التغيير معاك يا بن سفران، معاك يا راعي غزالة، يا راعي غزال، الله راع الأسماء الشهيرة مع الكيلومتر الأخير. هنا يفتتح بن سفران، يفتتح الكيلومتر الأخير، يغادر الجموع مع انطلاقة وتسلل في هذه اللحظات. الصداوي لصالح بن صالح بن سعيد بن سفران
سفران يا بن سفران يا بن سفران، أسفرت وانورت يا بن سفران في هذا الصباح. يلا يا بن سفران، يا سلام يا سلام، مع المركز الأول مع الصداوي، مع الصداوي يا بن سفران، صالح بن صالح بن سعيد بن علي بن سفران، وينك يا سالم؟ سالم بن علي بن سفران، هل هو يتابع الموقف؟ هل هو يتابع هذا المشهد الكبير؟ يا سلام يا سلام يا سلام، الله، إذا واصل على هذا المنوال سنهني سنهني أبو عبد الله على هذا الأداء، وأيضا مالك صالح بن سعيد بن علي بن سفران، نعم مالك الصداوي، وأيضا سأهني تهنئة خاصة لسالم بن علي بن سفران. الله يا الصداوي، الله يا الصداوي، الله الله الله، صاحب الأشواط الرئيسية في العام الماضي، هذا هو يحقق هذا الأداء وهذا هذا الإنجاز، سلالة الصداوي. معك يا بن سفران، معك يا بن سفران، الله يسعد صباحك، وسلام يا أبو عبد الله، سلام، سلامنا وتحياتنا لك يا بن سفران على فوز وتحقيق الصداوي. صالح بن صالح بن سعيد بن سفران، والتوقيت الأفضل يتسجل مع الصداوي ما شاء الله. المركز الثاني الحذر لحمد بن جابر بن علي البريدي المري. المركز الثالث الشيب العمير بن صالح بن ناصر الرمزاني النعيمي. المركز